أهلا وسهلا بكم طلابي الأعزاء، طلاب الصف السادس. في هذا الأسبوع يا عزيزي الطالب سأقوم بتوضيح الموضوعات التي سوف نتطرق إليها في هذا الأسبوع. وتذكر عزيزي الطالب أننا تطرقنا إلى فن من فنون الرسم وهو فن الكاريكتر، وهو فن ساخر من فنون الرسم، وهو صورة تبالغ في إظهار تحريف الملامح الطبيعية أو خصائص ومميزات شخص أو جسم ما بهدف السخرية أو النقد الاجتماعي أو السياسي أو الفني أو غيره. وفن الكاريكتر له القدرة على النقد بما يفوق المقالات والتقارير الصحفية أحياناً. وأبدأ عزيزي الطالب بذكر الأهداف لهذا الأسبوع، وهي ذكر محتويات دروس الأسبوع الرابع والتفصيل في هذه المحتويات والمهام المطلوبة. في هذا الأسبوع عزيزي الطالب سنجيب عن أسئلة الفهم والتحليل بعد تحليل رسمة ناجي العلي. سنقوم عزيزي الطالب بالإجابة عن هذه الأسئلة من خلال العمل كمجموعات وتبادل الآراء فيما بينكم وتقييمها وتدوين الملاحظات في النهاية. السؤال الأول، ما الموضوع الذي يناقشه الرسم الكاريكاتيري السابق؟ والسؤال الثاني، بالعودة إلى الشبكة العنكبوتية، اكتب سطرين عن رسام الصورة السابقة، وهل أعجبتك طريقة الرسام في التعبير عن الموضوع؟ وعزيز الطالب، إليك هذه الآية الكريمة، اربط مفهوم هذه الآية مع الرسم الكاريكاتيري لناجي العلي. ثم عزيزي الطالب سوف نتطرق إلى القاعدة الإملائية والتي بعنوان الألف اللينة في نهاية الأفعال الثلاثية، وهذه القاعدة ليست بقاعدة جديدة إنما تم التطرق إليها سابقا. سوف نميز كتابة الألف اللينة في نهاية الأفعال وأيضا كتابة الألف اللينة في نهاية الأسماء، ولماذا كتبت على ألف مقصورة ولماذا كتبت على ألف قائمة. وأيضا عزيزي الطالب سنقوم بتدوين هذه القاعدة في دفاتركم وبعد مناقشتها وإعطاء أمثلة عليها من خلال العمل كمجموعات. وأيضا عزيزي الطالب سوف نتطرق إلى مراجعة بعض القواعد النحوية التي تم التطرق إليها سابقا كقاعدة الفعل اللازم والمتعدي. عزيزي الطالب، هنا عليك أن تتذكر مفهوم الفعل اللازم ومفهوم الفعل المتعدي. فالفعل اللازم يا عزيزي هو الفعل الذي اكتفى بفاعله فقط ولم يحتاج إلى مفعول به لإتمام معنى الجملة، أي أن هذه الجملة هي تامة المعنى بفاعلها فقط ولا تحتاج إلى مفعول به. أما الفعل المتعدي هو الفعل الذي لم يكتفي بفاعله ولكن احتاج إلى مفعول به لإتمام معنى الجملة، وقد يحتاج هنا مفعول به أول، مفعول به ثاني، مفعول به ثالث، حسب إتمام معنى الجملة. ومن الأمثلة على ذلك نام الطفل. نام الطفل، الفعل نام هنا هو فعل لازم، فهذه الجملة عزيزي الطالب اكتفت بفعل وفاعل ولم تحتاج إلى مفعول به. ولكن الجملة الثانية، شرب المريض الدواء، هنا شرب فعل متعدي فقد احتاجت إلى مفعول به لإتمام معنى الجملة. فلو قلنا عزيزي الطالب شرب المريض، هذه جملة غير تامة المعنى، ولكن شرب المريض الدواء هنا احتجنا إلى مفعول به حتى يتم معنى الجملة. وفي هذا الأسبوع عزيزي الطالب أيضا سنقوم بإجراء اختبار إملاء قصير يقيس القواعد الإملائية التي تم التطرق إليها سابقا، وسيكون رقم هذا الاختبار الثاني عشر من نصوص الإملاء. لذلك عزيزي الطالب عليك دائما أن تتذكر القواعد الإملائية التي تم التطرق إليها
شاكرة لكم حسن استماعكم أحبائي وأعزائي طلاب الصف السادس، ولا تنسى عزيزي الطالب أن تتذكر دائما مفهوم فن الكاريكاتير وخصائصه وما هم أشهر الرسامين لهذا الفن.